لم يكن رجال الفتح وحدهم في الميدان، حتى خرجت أخوات الرجال تصطف عطاءاتهن جنبا إلى جنب إخوانهن في مقارعة المحتل. فاستشهد منهن من استشهد، واعتقل منهن من اعتقل، في لون من ألوان النضال والصمود. وها هي اليوم المرأة الفتحاوية تجدد العهد والوفاء لفتح. عاشت فتح في ذكرى انطلاقتها 56. عاشت ماجدات الفتح. يم الجماهير عتلي بعلى مداوي الدللي، واسمك من الدم اغسلي يا شمال قادر مطلوبنا. يم